تحدثنا عن احوال هل لديكم انباء حول محمد الغدا عن احواله في السجن الان، وهل تلقى انباء عدم تقبل او عدم قبول ترشحه؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك اختي وللمشاهدين الكرام. مرحبا. هو في الحقيقه الحديث عن قضيه السناتور محمد الغدا حديث يشجون، وذلك لما ساير هذا الملف من خروقات وظلم في الحقيقة ذاق كل الحدود. الرجل مسجون منذ سنة بدون محاكمة، مضيق عليه في زيارة ذويه. هناك محاكمة مرتقبة غدا سيد أحمد غدا. نعم، سأدلف إلى ذلك الأمر، ولكن السلطات الموريتانية عجزت عن تقديم أي دليل ينهض بادعاءاتها أمام الجهات الدولية التي أصدرت عليها قرارا بالإدانة. الأمر أيضا تكشف بشكل واضح، وذلك بعد قرار الرجل للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، الانتخابات النيابية. بمجرد تقدم الرجل أو تصريحه بالمشاركة تم تحريك الملف من جديد، وهذا يعكس بصورة واضحة البعد الحقيقي للملف، وهو ملف سياسي وتصفية. طيب، يعني هناك سؤال ربما بديهي، كيف كان يريد السيناتور السابق المشاركة في هذه الانتخابات وهو مسجون؟ الأمر واضح جدا، الحق طبيعي ومكفول ومشروع. الأمر لا يعد سابقة أختي الكريمة، الأمر جرى في أكثر دول العالم، جرى في السنغال القريبة منا عندما شارك الخليفة صالح عمدة السنغال المسجون آنذاك، وشارك في الانتخابات الماضية ونجح كنائب للبرلمان. حدث في الانتخابات التركية الماضية أيضا، الأمر مذكور قانونا. أختي الكريمة، هناك موانع انتخابية معروفة، هذه الموانع الانتخابية لا تنطبق على السيناتور محمد الغدا. الرجل لم يدن، ليست عليه سابقة عدلية، لا يمكن بحال من الأحوال منعه من المشاركة في الانتخابات. طيب، محاكمة الغد بسرعة أرجوك، كيف تحضرون لها؟ المحاكمة أصلا، شوفي أختي الكريمة، هم ملف السيناتور فيه أكثر من تهمة، التهم السياسية الواضحة. الرجل الآن غدا عنده جلسة مقررة في قضية قضية قذف وافتراء. على كل حال، شكرا جزيلا. أشكرك سيد أحمد غدا، شقيق سيناتور معتقل محمد غدا، كنت معنا من نواكشوط.